هذا الفيديو أو هذه الاعترافات التي سجلتها وزارة الداخلية لأحد المتهمين من حركة حسم واعترافهم بارتكاب بعض الجرائم. اسمي احمد شهاد محمد، اسم الحركه هاني جمال، من قريه مشتول قاضي تبع مركز زقازيق. اتصلت مع الاخوان سنه 2011، بدات قعد معهم اسر وبدات انا المظاهرات بعد فض رابعه. اتصلت مع عبد الله، ده اسم الحركي واسمه الحقيقي اسامه سمير، قال لي ان في مجموعات بتتكون تبع حركه مجموعات طلائع تبع حركه حسم. وصلني بواحد اسمه فارس، ده اسم الحركي، قال لي ان في لازم تاخد دورات تاهيلات عشان العمل المسلح. خد دورات، كان مسؤول المجموعه هو فارس، كنا انا وفارس وعلي وطارق، مسؤولنا كان فارس. خدت الدورات في تاهيل العمل المسلح، كانت اول كانت دورات البدني والدوره البدني، والدوره اللي بعد كده كانت دوره تامين الموبايل في التامين التواصل، واخدت الدوره الثالثه كانت في فيوم تبع مركز ابشواي، هو ايه التعامل مع السلاح واستخدام السلاح. ثم بعد ذلك وصلني بمجموعة جديدة، هي مجموعة كان مسؤولها أمير وكان فيها مجدي وأنا كنت الثالث، وديت كانت المجموعة دي للتأهيل لاستكمال العمل المسلح.